الخبر اللي جاي الحقيقة مؤلم جدا بالنسبة لي. يعني هذا الرجل كنت أحبه وما زلت أحبه الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه. المهندس يحيى حسين عبد الهادي، كلكم تعرفونه. هو واحد من اتنين، يعني أسأل الله أن يحقق هذه الأمنية لي وأن يطيل في أجلهم، هو وصفوان ثابت. يعني نذرت نذرا أن أقبل رأسيهما حينما أصل إلى مصر، لأن الواحد بيقدر جدا جدا أن تكون رجلا. يحيى حسين عبد الهادي ذلك المعارض الذي بلغ من العمر أكثر من 74 سنة، وتم اختطافه من شارع صلاح سالم لأنه كتب بوست. تم نقل يحيى حسين عبد الهادي إلى غرفة العناية المركزة. ربنا يسلمه طبعا. يقول لك احنا عايشين يومين على وش الدنيا وبعدين تحت بقى. طب وبالنسبة لهذه المظالم، ما تهمة هذه الرجل؟ ما تهمة هذا الرجل؟ جريمته مش تهمته، تهمه انتوا عارفين، الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية في أفكارها وتمويل جماعة إرهابية والحاجات إرهابية بيه 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 دي. الراجل تهمته الوحيدة انه كتب بوست. لا مسك سلاح ولا مسك قنبلة ولا سرق حد ولا شتم حد، فلم يرحمه شيبته 74 سنة، اللي هو معلش يعني الواحد بيبقى في الخمسينات ومحتاج اللي يجيب له كوبايه ميه ويجيب له مش عارف ايه وينده على الواد يجيب له ايه من بره، وهو في بيته نايم على سريره ومرتبته واللي واخد عليهم وبتاع. فما بالك بقى اللي 74 سنه وهو نايم في على البرش في الزنزانه، ولا بيشوف شمس ولا بيشوف هواء ولا بيعرف يدخل حمام ولا 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 بياخد ادويه في وقتها ولا عنده اي رعايه صحيه لما بيتعب. كمية المظالم اللي في البلد دي يا جماعة والله العظيم مرعبة مرعبة. والحادثة والراجل ده بقى لما قريت قصته، طبعا احنا مقصرين في حق الناس، الراجل ده لما قريت قصته ايه البلد دي؟ ايه البلد دي؟ البعض بيقول لي انت بتشتم، بقول بشتم ايه؟ بيقول لي كلمة مجرمين. طب المجرمين دي شتيمة بالنسبة للي بيعملوه؟ ده مجرمين ده لفظ مهذب جدا والله. مجرمين ده لفظ مهذب جدا. فضل سليم محمود تم اتهامه في من المنيا اهو. تم اتهامه في قضايا رابعه، والراجل هرب، فضل هربان من سنه 2013 لحد 2021. يعمل ايه بقى؟ طبعا نسيت اقول لكم ان يحيى حسين عبد الهادي تعرض لازمه قلبيه. يعمل ايه الحاج ازمه قلبيه واتنقل ارتفاع في الضغط وازمه قلبيه وحاجات زي كده. فاخونا فضل سليم عشان ده بس تعرف بس البلد دي يعني ربنا مبارك فيها ازاي وهيزيد في الخير فيها ازاي. فالاستاذ فضل ده وكيل معهد ديني ازهري، وكيل معهد ديني ازهري في دير مواس. نجيب الاستاذ فضل ازاي؟ اعتقل ابنه. نعتقل ابنه ونساوم. عايز نسيب ابنك؟ تعالى سلم نفسك. دخل الاستاذ فضل سليم بروح الاب المضحي عشان خاطر ابنه طبعا.
دخل سلم نفسه على رجليه وهو عنده 61 سنة، سنة 2021 كان عنده 61 سنة، دخل على رجليه القسم يسلم نفسه عشان يطلع ابنه مكانه. طلع من القسم عنده شلل رباعي من التعذيب. 61 سنة، يعني أي عيل قذر من اللي بيعذبوه ده قد أبوهم. قد أبوهم. ما عملش حاجة. ده أنتوا واخدين ابنه رهينة. بس. طلع من القسم سنة 21 على السجن وهو مشلول لحد ما مات النهارده. هل تنتظر خيرا؟ والله هذا منافي لسنن الله. والله ده منافي لسنن الله. البلد اللي فيها ده جزء ده ايه ده؟ ده اللي احنا بنعرضه ده 1 في المليون مما يصل الينا من اخبار الظلم في مصر. 1 في المليون. لسه الجماعه بتوع المطريه محبوسين. فاكرين المطريه اللي طلعت تعترض على الحادثه؟ لسه لحد دلوقتي 5 منهم محبوسين لحد دلوقتي بتهمه التجمهر. وقلت لكم ان وزاره الداخليه حتى ما طلعتش بيان، ضربت الناس بالغاز والقنابل المسيله للدموع وقبضت على 5.